Doctor, this is for each stone seventh time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yahu al-Ladhi nizil ghaysa min ba'da ma qanatu wa yashur rahmatahu wa huwa al-Wali al-Hamid. So, first he will read by loud to everybody follow him. For each stone seventh time. 70 So now he may begin to make him clear and start the Fatiha for rain. Fatiha. So everybody follow him. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد قنطه من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد Nobody keeps any stones, please do not keep for souvenir or todas las piedras al bote, es muy importante porque tirarlas al mar. Fatiha. علينا محمد النبي وعلى آله الله أكبر ولله الحمد. وعفانا واغفرنا وارحمنا وصلنا وسلمنا وعلينا عن قول المفسدين بحرمة الفاتحة. فاتحة. اجعل بك المصطفى اسكن الغيث سوق رحمة ولا تجعلنا من القلب يا رب وهب لنا من الشيطان المخرج قم رحمة قبل العرش من نقطع الصفات يا رب يا ذري من نجس صالح من صاحب الوزن فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.